يا اهلا وسهلا بالمشاهدين مره ثانيه. احنا كل خميس عندنا وصفه حلا مع هلا مختلفه، واليوم وصفتنا مختلفه. ومثل ما قلنا ببدايه الحلقه وحخلي الكتاب موجود، شيف جاري رودز هو شيف بريطاني نقل الكوزين البريطاني للعالميه، فعلا اخذ كذا ميشلان ستار وكان له مطاعم هون بدبي، والله يرحمه توفى الاسبوع الماضي. فحبيت اليوم هيك اخذ شيء من كتابه نشارك فيه، وهو نعرف كثير بالوصفات السريعه والسهله، شخصيته كثير كانت قريبه للقلب، كان كثير يعطي للعالم، مثل ما بتشوفه دائما هيك فرحان ومبسوط وبشارك. فحتى كتابه اللي عمله اللي هو هذا مسميه 365 يوم، يعني كانه وصفه لكل يوم، وما أنا كتاب تقليدي، يعني مفصله بطريقه انه للمناسبات شو بتعمل، مثلا لوقت الشاي شو بتعمل. فهي اليوم حبيت اختار هالوصفه اللي يمكن بسيطه وسهله وحنقدر نحن كمان نستعملها ونحضرها بالبيت. حنعمل اليوم مثل مافنز او كب كيكس بالموز مع العسل والبيكن، ومثل كل شيف بجرب يحط اللمسه الخاصه فيه لازم. فاللمسه الخاصه اللي استعملها اليوم شيف جاري هي انه ما فيها نسبه سكريات عاليه، فحنعتمد على الموز، على شوي من العسل وشوي من السكر البني، وفعلا الوصفه تعتبر صحيه، فيها شويه زبده اكيد، بس يعني حلا لازم ما بيكمل بدون بعض المكونات. رح أخبركم شوي عن المقادير أول شيء ونرجع بننتقل لتحضير الوصفة. نحن اليوم عم نستعمل للكيك نفسه، العجينة الكيك اللي حنعملها، حنستعمل 4 حبات من الموز مثل ما شايفين هون، بلشنا نهرسهم هدول حبتين، هلأ منكمل الاثنين. عنا 225 جرام من الطحين. دائما بتجيني سؤال اللي إنه شو الفرق بين الجرام ليش ما بتعطينا الوصفة بالأكواب، ومثل أنا حبيت كمان أرجع حورجيكم هون بالكتاب كيف بتكون الوصفة عادة، دائما لما بتنذكر بالجرام بتكون أوضح. يعني هون مثلا مكتوب عليها 225 جرام من الطحين اللي هو لجميع الاستعمالات، 100 جرام من الزبدة، فدائما الجرام بيسهل علينا أنه نحن نحصل على الوصفة بطريقة صح ودقيقة وما نقول أنه ما زبطت معي. بس لازم تحتاج ميزان حق هالموضوع ولا؟ بالضبط ميزان، وعن جد يمكن الميزان صار متوفر بكل المحلات، سهل جدا. يعني سهل، أنا شوف دائما الميزان عندي وببداية كل حلقة قبل ما نبدأ الحلقة بحضر بالوزن. فإذا بدكم شي مرة كمان منشارك كيف منستعمل الميزان بطريقة سهلة للناس اللي ممكن. أوكي، فإذا عنا 4 حبات من الموز المهروس، عم نستعمل 225 جرام من الطحين، 100 جرام من الزبدة على حرارة الغرفة، عم نستعمل 50 جرام من البيكن أو الجوز أي شيء، هي بالوصفة مكتوب بيكن اللي هو يمكن بيسموه الجوز الأمريكي، 50 جرام من السكر البني، وأربع معالق كبار من العسل، وأربع حبات من البيض. هذا بالنسبة تكلمنا عنه يوم جاء القنصل الأمريكي آخر مرة، إذا صح مزبوط أكيد. ففعلا يمكن الجوز دائما بيعطي تكستشر وملمس لكثير من الوصفات. هلأ لنبدأ بتحضير وصفة اليوم، حأستعمل 100 جرام من الزبدة، ومثل ما قلنا هون كل المكونات محطوطة على حرارة الغرفة، وهي من المعلومات الأساسية للخبز، إنه للخبز يفضل تكون المكونات من قبل بوقت مطلعينا، لحتى لما نخلطها تكون كلها متجانسة بنفس الحرارة، ما في شيء يأذي مكون تاني. فحطيت الزبدة، ضفت عليها 50 جرام من السكر، حنبدأ هلأ بالخلط وبزيد عليها كمان العسل. فبدي هلأ أنا هون الزبدة والسكر يبلشوا هيك يصيروا مثل الكرمبل، وحنضيف عليهم 4 معالق من العسل. فعم ناخذ نحن اليوم الحلاوه والبالانس او توازن الطعمات، يعني انت تخيل طعمه العسل هيك اللي بتكون فيه شويه هيك، ما بعرف شو طعمه العسل، فيه مزيج بين البهار وبين الحلاوه وبين العسل، ايه يعني اذا بدك توصف طعمه العسل مو بس حلو، فيه هيك نكهات مختلفه على حسب نوع العسل ترى بعد صح يفرق. صح على فكرة عن جد يمكن هلأ العسل صار عندنا وعي أكتر قديه هو فوائده منيحة وقديه ممكن يكون بديل عن كتير من السكريات الضارة للجسم. فهلأ بس حأتأكد أنه انخلطوا مع بعض. وفي بعد أهم جزء في الطبخة وفي الحلا يا جماعة الخير اللي هو هرس الموز هرس الموز لازم يكون بشكل جيد. نعم، وصراحة علي يعني ما كانت زبطت بدون المساعدة. لا هون بس تمام كذا شف هلا ولا؟ ايه خلص ممتاز، هي ما لازم حتى تنهرس كثير، يعني بس انه انا ما وقفتك لأنه قلت لسه الزبدة بدها وقت. والله شوفي هلا هون بس حتأكد انه الزبدة انخلطت، بعدين حنبدا نزيد بقية المكونات. يعني سهلة ما تاخذ بالمرة، ما بتاخذ وقت، بتحط المكونات كلها على بعضها. يعني هلا صار عندي هون الزبدة والسكر والعسل مخلوطين بشكل كامل، هلا حنبلش نزيد عليهم البيض بالتدريج. فعندنا 4 حبات من البيض، والبيض هون بما انه عم نستعمل 4 حبات يعني هو اللي حيعمل عملية نفخ الكيك او الكب كيك. طيب سؤال يطرح نفسه شوف هلا، يعني بما ان
خلينا نقول خميس والناس يحبون انهم يسوون حلا، الحلا هذا كم يجلس اذا حطيته مثلا في الثلاجه؟ هل يجلس يومين ثلاثه؟ شوف بالثلاجه بيطول كثير معك، يعني ما بصير شيء، ممكن يضل اسبوع. أوه. وعلى حراره الغرفه يفضل 24 ساعه 24 ما تكون اكثر، لانه مثلا الموز اللي موجود بهي الوصفه ممكن على طول، يعني مثل الخبز بدك تعتبره كيف الخبز يعني، بس ما يتغير يعني بعد اسبوع. لا ما بتغير، ما بيصير له شيء. هلا حتى كثير من الحلويات اللي بنستعملها او بنحضرها بنقول بنقدر نخليها بالفريزر. حلو. يعني كيف نحن مثلا الخبز، اذا انا تعلمت هي الشغله، اذا عندي فجاه صار كميه خبز اكثر من ما انا بقدر اكل، على طول بشيل كميه منها بسكرها بشكل كامل وبخليها بالفريزر، هيك بتضل محافظه على الطعم الفريش، وما بيكون عندنا اول شيء ما عم نرمي وما عم بيزيد عندنا كميه الخبز. هلا هون بعد ما زدنا البيض، شوف صار عندي خليط كثير سائل، حنضيف عليهم الموز، وبعدين اخر شيء بنضيف الطحين على الوصفه. اذا نحن اليوم استعملنا 4 حبات من الموز المهروس. طبعا اللي يمكن بيميز هالوصفه واللي بيعطيها هذا الطعم المختلف انه كمان حنحضر معاها كريمه باستعمال القهوه. فانت تخيل شلون يعني بالقهوه؟ يعني احنا دائما بكل الوصفات بنتخيل الطعمات صح؟ فبدي اياكم تتخيلوا شوي الوصفه اللي هون حضرناها اللي هي فيها طعمه العسل، فيها طعمه الموز، يعني هيك عم تعطي هذا التمازج. حنضيف عليها كمان البيكن اللي هو الجوز اللي بيعطي القرمشه، وحيكون الكريمه اللي حنضيفها على الوصفه هي عباره مثل ما بنسميها الايسنج، الايسنج اللي هي كريمه الكيك، حتكون عباره عن زبده مع السكر الايسنج شوجر او السكر البودره مع القهوه. فطبعا عم نستعمل نوع قهوه لازم يكون طيب، اسبريسو او اي نوع من انواع القهوه اللي بتفضلوها. هلا هذا الشيء طبعا بنعمله بعد ما نخبز الكيك. هلا انا عم ضيف هون الطحين على الخلطه، وهلا رح اخبركم عن درجه الحراره وعن المده وعن كل شيء. على طول اول ما ضفنا الطحين صار عندي هذا الخليط اللي بلش يتمزج كله مع بعضه. حاستعمل قوالب الكب كيك، او حتى ممكن نستعمل القوالب اللي عاده احنا بنحضر فيها البودينج، يعني مثل هذا اليوم اللي استعملته للزبده، ممكن احنا هذا القالب نقدر نخبز فيه نعمل شيء شوي مختلف. حاستعمل اليوم قوالب الكب كيك، حنستعمل كل او حنحط كل المزيج اللي حضرناه هون، مزيج كيكه الموز. لازم يكون الفرن حامي على درجه حراره 170 او 180، ما نزيد الحراره اكثر لحتى ينطبخ بشكل خفيف. بياخذ تقريبا 10 دقائق لربع ساعه على الخبز. بعد شوي حورجيكم كيف حنعمل الايسنج، كيف حنزين هدول الكب كيكس. طبعا اكيد بعد ما ينخبزوا وبعد ما يبردوا بدها تكون طعمه القهوه هي المكمله لبقيه النكهات. هم دائما يقولون للواحد اللي يسافر برا مثلا ايطاليا ولا فرنسا ويعيش فيها فتره طويله ان حرام ترجع وما تتعلم اللغه. انا اقول بصراحه حرام ان نكون مذيعين هنا في صباح الخير يا عرب ولا نتعلم الطبخ. تعلمت دندوق نص شو نص تعلم. لا هلا اذكركم بوصفه كيكه الموز مع العسل وبتفاصيلها. طبعا هلا طلعت الكيك من الخبز، وما بدي اخبركم عن ريحه العسل مع الموز مع كل هالنكهات الطيبه. طبعا التفاصيل هي الوصفه او المقادير بالضبط للي ما سجلوها معنا، استعملت فيها 225 جرام من الطحين مع 100 جرام من الزبده، 50 جرام من السكر البني، 4 معالق كبار من العسل. بعد ما خلطناهم كلهم مع بعض ضفنا عليهم كمان 4 حبات من الموز المهروس، وحطينا كمان 50 جرام من البيكن او الجوز البيكن. طبعا نحن بعد ما عملنا الخلطه كلها صار عندنا هي النتيجه مثل ما شايفين حلوه، انخبزت بالفرن تقريبا لمده ربع ساعه. حورجيكم كيف من جوا قبل ما نبدا بتحضير الكريمه، طبعا لسه كثير سخنه بس بتشوفوا كيف من جوا مثل بتجي مثل الخبز، يعني الموز اللي موجود فيها طبعا مثل ما قلنا ما فيها كثير سكر، ما كان فيها كثير من المكونات، فعن جد طيبه كثير وملمسه نقول بديل عن البنانا بريد او مثل اللي بنسميها خبزه الموز. طبعا هاي الوصفه بعد ما تبرد حبات الكيك كلها رح نحط عليها خلطه الكريمه. خلطه الكريمه هي عباره عن زبده مع سكر والقهوه، وطبعا القهوه هون دائما باي نوع من انواع الحلويات طيبه نشرب معها فنجان قهوه، فكيف اذا الكريمه داخل فيها طعمه القهوه. حنستعمل 100 جرام من الزبده اللي على حراره الغرفه، وحنضيف عليها بالتدريج السكر الناعم او سكر البودره، عم نستعمل اليوم كمان 100 جرام من سكر البودره. بنضل بنضيفهم بالتدريج ليصير عندنا شيء هيك كريمي او مثل كله متجانس مع بعضه وفلافي. باخر شيء بنضيف عليهم كمان ليتمازجوا مع بعض حوالي 50 ملي من القهوه، او خلينا نقول فنجان قهوه اسبريسو. بنضيفه بالتدريج على الخلطه
وحيصير عندنا خليط من كريمة الزبدة مع السكر والقهوة اللي هي بنسميها الكيك آيسينج، بس أكيد اليوم هي كانت وصفتنا، كيكة الموز مع العسل وحطينا عليها الآيسينج اللي بالقهوة. صراحة أعطي تعليق، أول مرة بجرب الكريمة الآيسينج مع الإسبريسو وكتير أعطي الطعم طيب، يمكن طيبة حتى نستعملها بكتير من الكيكات، خاصة أنه أنت محبين الخبز. مرة فحبلش أنا اليوم حقطع، so everyone can have a bite. Small piece. بس بتسمحوا لي قد إيه يعني رحب فيهم بالإسباني إنكانتادو دي كونيثيرتي everyone. أوه لا لا.